تتحدث عن علاج للبدانة من خلال ربط المعدة لكن بدون أي إجراء جراحي. هذا حيكون عن طريق ما يعرف بالإيحاء، طريقة سهلة وممتعة ومهمة أنه إحنا نتعرف عليها وجديدة. كمان حتحدث مع مؤسس منتدى أنصار المرأة واللي سجل مطالبة جريئة نوعا ما بتعويض نقدي للسيدات السعوديات والمقيمات الممنوعات من قيادة السيارة. حتحدث كمان مع ناشطة الكويتية سلوى المطيري بخصوص موضوع طلبها مهلة مدة أسبوع حتى تنتشل الطفلة لما من البئر. موضوعات أخرى مميزة. وفي بداية الحلقة اسمحوا لي أمسي على زميلاتي جيهان وخلود في جدة ورنين في الرياض. يسعد مساكم. يسعد مساكي هبة ومساء كل المشاهدين الذين انضموا إلينا إلى روتانا خليجية في حلقة جديدة من سيدتي. اليوم من جدة في إحدى فقراتنا سنتكلم ونتعرف عن مشروع جديد وهو مشروع إيجار، والذي نأمل أن يزودنا بحلول، يعني إحنا نأمل أن هي تكون شاملة للقطاع العقاري الإيجاري. وقبل التفاصيل أذهب لخلود أمسي عليها وكمان عشان تعرفني على الفقرة الثانية من جدة. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، سعد مساكي ومساء مشاهدينا في كل مكان. متألقة بعدك. شكرا. مساء الخير مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. زميلتي جيهان عرفتنا على الفقرة الأولى من جدة وهي مشروع إيجار. فقرتنا الثانية من جدة هي أيضا مشروع، لكن هو مشروع تدريب مجموعة من الفتيات السعوديات على تصميم الأزياء لتهيئهم لدخول في سوق العمل. هذا بالإضافة لغير من الفقرات المتنوعة والمتنوعة، لكن في البداية خليني أمسي على زميلتي رنيم القبج بالرياض. يسعد مساك يا رنيم. مساء الخير لأجمل زميلات مشاهدين، أهلا بكم، حياكم الله في سيدتي. اليوم من الرياض عندنا موضوع شيق ندعو فيه كل أم لمشاهدة منزلها لأول مرة لكن بشكل مختلف من خلال عيون طفلها، وهو الأمر الذي قد يكون ممتعا لكنه أيضا ينبه هذه الأم على بعض الاحتياطات في السلامة المنزلية. التفاصيل خلال الحلقة، لكن الآن مشاهدينا نرجع مرة ثانية لأبوظبي نمسي على هبة والجميع بالخير ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير يا هبة. مساء النور رنيم، شكرا ليكي. أنا متحمسة أتعرف على فقرتك رنيم وفقرتين زميلاتي خلود وجيهان في جدة، غير فقرات طبعا أبوظبي. اسمحوا لي مشاهدين أذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهر أمامكم، للتفاعل معنا عندكم أو أمامكم مواقعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما الآن جولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم، نتابع. سيدتي اليوم، فتاة تقطع 300 كيلومتر لتشكو تأهيل الطائف لوكيل الوزارة. حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري مع إيجار. ربط المعدة لعلاج البدانة دون أي إجراء جراحي. شاهدي منزلك بالألوان من خلال عيون طفلك. تعويض نقدي للنساء الممنوعات من قيادة السيارة يطالب به مؤسس منتدى أنصار المرأة. العنود الرماح تدرب 35 سيدة سعودية على تصميم الأزياء. الكويتية سلوى المطيري أمهلوني مدة أسبوع وسأنتشل لما من البئر. مواضيع مثيرة للجدل، هذه طبعا كانت أهم عناوين محطاتنا لليوم. أما الآن اسمحوا لي أصطحبكم في جولة مع أخبار السعودية. خبرنا الأول حول دراسة سعودية تفيد أن 46% من السعوديين راضين عن الرواتب التي يتقاضونها. أوضح الاستطلاع الذي أجراه موقع بيت.com ونقلته صحيفة الجزيرة أن المشاركين يعتبرون قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات المفضل لديهم، كما تحظى الوظائف الحكومية بالكثير من التقدير. كما أشار الاستطلاع إلى أن السيدات يملن للوظائف في القطاع الصحي. أيضا أشار 48% من المشاركين في الدراسة إلى رضاهم عن قدرتهم على الحفاظ على توازن جيد بين الحياة والعمل. كما لخصت الدراسة أن بيئة العمل في المملكة العربية السعودية سعيدة. هذا شيء يعني يسعدنا. وحنتابع مع دراسة أخرى نشرها الكاتب راشد بن محمد الفوزان في صحيفة الرياض، بيّن فيها أن نسبة المشاركة في العمل 16%.
1% فقط حسب إحصاء من وزارة من موقع وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني. هذا بالنسبة يعتبر أضعف نسبة في الوطن العربي، علما بأن حجم سكان المملكة هو الأعلى في المنطقة، حيث يتواجد على أرضها ما يقارب 10 ملايين مقيم يعملون بها. هذا وتبلغ مشاركة المرأة في العمل في الإمارات 48% وفي الكويت 45% والبحرين تقارب 50%. نسبة مشاركة المرأة 16% في سوق العمل، هذه نسبة بسيطة جدا، يحتاج أنها تكون أكبر من كده ويكون عندها مساحات أكثر، والحمد لله أنه في مساحة أكبر وفي أسواق عمل بتفتح للمرأة. المهم أنه دائما يكون عندنا القدرة على التدريب وعلى أنه يكون عندنا ثقافة أكثر في مجال العمل اللي حندخل فيه، ونحاول دائما نبحث عن نقاط للتميز. حنتابع أخبارنا بخبر آخر عنوانه مواطنة تقطع 300 كيلو متر لتشكو تأهيل الطائف لوكيل الوزارة. اضطرت فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة لقطع نحو 300 كيلو متر ذهابا وإيابا من أجل إيصال صوتها لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليوسف، بعد أن أعيتها الحيل في إيجاد وظيفة لها. المواطنة حاصلة على شهادة الماجستير في علم النفس، وبالرغم من ترددها المستمر على مركز التأهيل الشامل بالطائف الذي عايش معاناتها في فترة مبكرة، إلا أنه رفض توظيفها بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ. وحتى نتعرف على تفاصيل معاناة الفتاة، معي عبر الهاتف المواطنة نوال محمد. يسعد مساكي نوال. يسعد مساكي، أهلا وسهلا، وأحب أن أشكر قناة روتانا على استضافتها، وأخص الشكر لبرنامج سيدتي لإهتمامها بالقضية. شكرا لك، احنا بنشكرك على مشاركتك معنا ومداخلتك. كلميني، كيف بدات معاناتك مع مركز التاهيل الشامل بالطائف؟ في الاول انا تخرجت من الجامعه وحاولت اكثر من مره ان اقدم على ديوان الخدمه المدنيه، لكن لن يحالفني الحظ حتى في المدارس الاهليه للاسف، يعني رغم صعوبه التدريس بالنسبه لي، لكن حبي وشغفي للعمل واحتياجي له. أكملت مشواري وأخذت دورات تدريبية في الحاسب الآلي، مرة في المعهد العالمية وأخذت الدورة الثانية. بس قديش انتظرتي اسمحي لي نوال، قديش انتظرتي لما قدمت على ديوان الخدمة؟ كثير كثير، أنا لي 13 سنة متخرجة من الجامعة. 13 سنة ما جاتك ولا وظيفة نوال؟ لا، وللعلم أنا أقدم يعني على الخدمة المدنية، لكن سبحان الله لم يحالفني الحظ يعني. طبعا أتممت مشواري واخذت دوره التاهيل الشامل في دوره الحاسب في مركز التاهيل للمعاقين في الطائف، والحمد لله حصلت على الدرجه العاليه والاولى على الطالبات، واخذت كمان المثاليه. وتاملت في وقتها انه راح يستفيدوا من خبرتي في الحاسب ويوظفوني في عندهم، وطلبت من المديره كانت المديره ذاك الوقت زهور عبد المالك. أنا طلبت في الوظيفة عندهم لسببين، السبب الأول للعمل ولأخدم هذه الفئة، ولأني تعلمت في ذا المجال لأخدم هذه الفئة. هل كان في شاغر نوال متوفر للوظيفة ولا ما كان فيه؟ أنا لا ما أدري يعني في هذه اللحظة، في هذا في الوقت اللي أنا قدمت ما أعلم إذا كان فيها وظائف شاغرة أو لا، لكن اللي عرفت إنه فيه، لأنه أتفاجأ بعدها إنه في بنات يجون يقدمون ويجي جدد يعني في نفس المكان. استغرب يعني المديره لما اكلمها تقول لي انا ما عندي والبنات ماسكين الوظائف بسنونهم وما ادري، انا قلت ما طلع البنات وخلينا تجيبيني انا محلهم. لا، بس إن كان في مكان شاغر يعني. وفي وقتها انا اخذت العذر لها وطلعت من المركز وكملت دراستي، حصلت على درجه الماجستير الحمد لله، واخذت مرتبه الشرف فيها، و واخذتها طبعا تحديدا في علم النفس، لانه انا تعلمت هذا المجال بالضبط، لانه احاول قدر الامكان اني اخدم هذه الفئه العزيزه والغاليه على قلوبنا جميعا، ولاني لامست معاناتهم عن قرب. رجعتي قدمتي مره ثانيه؟ قدمت مره ثانيه بعد ما اخذت شهاده الماجستير، قالوا لي انه ما عندنا مكان شاغر لك، فحاولت اقدم على نفس الوزاره، نفس الوزارة وصلت لها أوراقي، وأرسلت لسعادة الوزير يوسف العثيمين نسخة من أطروحتي، وأرسل لي شهادة شكر، ويعني ما قصرت الوزارة، وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية ما يعني أنا. طيب وين قدمتي في جهات أخرى أخت نوال؟ فين قدمتي كمان في جهات تانية للحصول؟ أنا ما شوفي صراحة، إحنا عندنا في الطائف يعني محصورة الوظائف، يعني أنا ما أقدر أقدم
وبالذات يعني يطردون يعني لا ما في انت تخصصك علوم قرآن او انا اخذت حاسب للعلم عشان كمان استفيد يعني اتوظف في مجال اداري، لكن للاسف لا اداري في الخدمه المدنيه، انا قدمت بالمجال الغير تعليمي والمجال التعليمي لكن للاسف ما حصل لي حظ. طيب قدمتي قدمتي شكوى للوزاره على ماذا كانت تتضمن هذه الشكوى؟ لانه المديره أمل الخماش عندها، انا اقول لك من مصدر موثوق، عندها اربع وظائف شاغره في تخصصي، اربع وظائف شاغره، لكنها رفضت انها تشغلني على بند الشركه. انا اعلم تماما وزاره الشؤون الاجتماعيه غير مخوله نهائيا بتوظيفي على بنود الخدمه المدنيه، لكن انا طيب طلبت منها انها توظفني على بند الشركه. طيب هل تعتقد انه الشروط الخاصه بالوظيفه مناسبه يعني تكتمل فيك هذه الشروط نوال؟ أكيد أستاذة هبة، يعني أنا عندي ماجستير علم نفس يعني أصير أخصائية نفسية في مركز. طيب ناقشتيها حاولتي تتكلم معها أنه ليش رافضة وليش رافضة أنه أنا أتوظف؟ تقول ما عندي مكان شاغر، وأرسلت يعني خطابات أنه أنا غير مخولة لتوظيفها. للعلم يا أستاذة هبة أنا ما أخذت الكلام هذا ولا أخذ بالاعتبار إلا لأني أشوف قريبات لهم يتوظفون في هذا المجال، يعني طيب انا استفيد من هذا المكان اولا لاخدم هذه الفئه، يعني قصدي انا في معاناتهم، يعني قصدي انه في تمييز. ايوه في تمييز، وانا للعلم يعني انا ما ركزت على هذا المكان لانه لا انا اولا لاستفيد من العلاج الطبيعي، ثانيا لاخدم في أيوة هذا المكان. وبعدين لما الشخص يكون من نفس الفئه وعارف المعاناه او الصعوبات اللي بيمروا فيها فيحاول يسهل لهم امورهم اكثر. طيب لما رفعتي الشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية، يعني هل كان عندك إثبات يثبت أنه في أربعة وظائف شاغرة؟ هل مصدر موثوق؟ يعني ما هو إثباتك أنه فعلا في يعني أربعة وظائف شاغرة؟ أنا عندي إثبات أحد الموظفات يعني هي اللي قالت لي، يعني أنا ما أبغى أسبب لها مشكلة ولا كان قلت اسمها على الهواء مباشرة يعني، لكن أنا متأكدة تماما إن عندها وظائف شاغرة، لكن أنا ما أدري ليش التعقيد، يعني ليش توقفين في طريقي؟ يعني اذا كان في وظائف شاغره ايش فيها اذا وصفتيني على بنت شركه بعد فتره تثبتني الوزاره؟ يعني زي الباقيين اللي تخصصاتهم رياض اطفال ولغه عربيه واحياء. طيب انا جيتك في البدايه قلتي لي لا تخصصك ما ينفع، طيب انا الان تخصصي علم نفس، هل ما ينفع كمان؟ وهو عندها يعني للعلم ترى ما عندها الا واحده بس اخصائيه نفسيه واحده بس. طيب هي احنا ممكن يعني عشان يعني يكون كمان منصفين، ممكن ان شاء الله مديره المركز تطلع معنا وكمان يعني تشرح لنا وجهه نظرها انه ليش في رفض لتوظيفك. طيب الشكوى اللي رفعتيها للشؤون الاجتماعيه للوزاره ايش صار فيها؟ ايش رد الفعل؟ لانه انا قرات انه لما تواصلتي معاهم قالوا انه ما في فعلا وظائف شاغره في وزارة الشؤون، فما هو ردك؟ أيوة هو قال لي الوكيل إنه إحنا غير مخولين، وأعلم قبل ما يقول لي الوكيل أنا أعلم هذا الشيء، يعني أنا عارفة تماما بس عندهم وظائف على بنود شركة يعني، وحبيت شفاعته لي لأنه إذا كان في مكان شاغر إيش فيها إذا حطوني على بنت شركة وبعدين ثبتوني؟ يعني أنا قبل ما أشتكي للوكيل وقبل ما أشتكي وزير أنا أشتكي لخادم الحرمين الشريفين وأبغى يسمع كلامي ويسمع معاناتي ويساعدني، يعني أنا ما عندي يعني حتى لو قدمت على الوزارة ممكن يكون في إنصاف يمكن ما يكون في إنصاف، وحتى لو كلمتك المديرة أو حاولت إنها تخرج نفسها من المأزق فيه أنا نهائيا واثقة من كلامي تماما، واثقة إنها هي رفضت توظيفي عندها. طيب لما قابلتي مع والدك وكيل وزارة الدكتور عبد الله اليوسف وكمان مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة عبد الله الطاوي، ايش قالوا لك؟ وعدوك بشيء؟ قالوا لك في حاجة ولا قالوا لك ما نقدر نقدم اي شيء؟ والله وعدوني، لان انا قلت لهم قلت انا حاليا في وظائف نزلت على الخدمة المدنية بتخصصي، فهم قالوا ما نقدر اذا كان انت مسجل على الخدمة المدنية، قلت لهم انا مسجل على الخدمة المدنية واسمي موجود في تخصص علم النفس لأن هو التخصص اللي نزل في الأخير، والحمد لله سجلت. يعني إذا كان أنت تحاول تساعدني بقدر الإمكان في الخدمة المدنية يعني أكون شاكرة لك، وقال لي خلاص أوعدني بخير، وقال لي إن شاء الله ما يصير لك خير، ويعني إن شاء الله يا أخت نوال. يعني إحنا سمعنا
احنا حبينا انه يعني مشاركتك وصوتك يسمعون المشاهدين ويسمعون ان شاء الله كمان الوزاره، ويكون في تعاون منهم سواء مع مديره المركز او مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. يعني الحمد لله عندنا الخير كثير في البلد وفي وظائف، ان شاء الله يكون لك فرصه يا رب وتلاقي وظيفه مناسبه. وصراحه انا بشجعك وبشكرك على جرأتك نوال، اول شيء انك كملتي دراستك وما كانت يعني انه انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، هذا شيء يعني عطلك بالعكس، مع انه صعوبه في التعلم حتكون طبيعي، بس مع ذلك ما شاء الله حصلتي على درجه عاليه مع مرتبه الشرف، هذا شيء يسعدنا. وكمان انك بتطالبي بالوظيفه، فان شاء الله يا رب تلاقي وظيفه و أتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا يا نوال على مشاركتك. وانا هنا يا اخت هبة يعني اوصل صوتي من هذا المنبر لخادم الحرمين الشريفين والمسؤولين، والله ولي التوفيق و ان شاء الله حبيبتي. استاذه هبة شكرا لك يا نوال. شكرا شكرا اخت نوال على مشاركتك، يعطيك العافيه. طبعا احنا مشاهدينا حق الرد لمديره المركز مفتوح عندنا، فتقدر تبرر اذا كان عندها تفسير معين او اي نقطه حابه تقولها بخصوص موضوع الاخت نوال، ان شاء الله يعني تلاقي وظيفة. احنا برنامج سيدتي مستمر وعندنا العديد من المواضيع اليوم الرائعة، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري مع إيجار. أحييكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. قطاع الإيجار في المملكة من القطاعات الضخمة واللي فيها العديد من الإشكالات، وكثير من الناس بتعاني وتتمنى أنه ما يكون عندها هذه المعاناة. وزارة الإسكان أطلقت مشروع جديد بيأمل الجميع أنه يحل بعض هذه الإشكاليات. تفاصيل أكثر مع زميلاتي في جدة، إليك خلود، إن شاء الله تطلعوا لنا بحلول رائعة لمواضيع الإيجار، لأنه في كثير ناس بتعاني من هذا الموضوع. بالتأكيد إحنا يعني دائما زي ما أنت عارفة في برنامجنا بنحاول إيجاد الحلول مش بس للمرأة، يعني هذه حلول للمجتمع كأكمل، إنه إحنا عندنا أزمة في موضوع الإيجار، فبالتالي بنحاول نلاقي حل لهذا الموضوع. عموما يعطيكي ألف عافية هبة. عافيكي. شكرا. وبالفعل مشاهدينا الكرام زي ما ذكرت زميلتنا هبة، إحنا بنتكلم اليوم على مشروع اللي هو اللي أطلقته وزارة الإسكان، وهي منصة إلكترونية لمشروع إيجار اللي بيهدف إلى سلامة عملية الإيجار، بالإضافة إلى ذلك حفظ أو الثقة بين المستأجر والمالك والوسيط. صحيح. خلود، إيش ممكن يقدم مشروع زي هذا مشاهدينا للناس، خصوصا إحنا في مجتمع الفئة الأكبر فيه هي الفئة المستأجرة؟ هذه كلها أسئلة نبغى نطرحها على ضيفتنا هنا في الاستوديو، الخبيرة العقارية الأستاذة ازدهار باتوبارة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى في سيدتي. أهلا بكم. أهلا وسهلا بك. مزدهرة اليوم أستاذة ازدهار. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا أستاذة ازدهار. خلينا يعني نعمل نفسنا فاهمين شوية في العقار، وحسألك السؤال اللي بيسأله الخبراء، يعني دائما إيش أخبار العقار هذه الأيام؟ والله نقول إن شاء الله خير، ولكن هو السوق اليومين دي متذبذب شوية لبعض من الشائعات وكذا، مخيف نوعا ما. هذا كالجو العام. لكن بقناعاتي أنا أعتقد أنه إيش يعني مبشر للخير، رغم أنه متذبذب، لكن لقناعاتي لكن أنا هذه قناعاتي الخاصة أنا أنه في من قواعد العقار لارتفاع مؤشر سعر المتر عندنا أو العقارات مجموعة إنها مبشرة للخير إن شاء الله. لكن للعموم مذبذب،
وفي بعض من الخوف. هو بشكل عام يعني استاذه ازدهار حضرتك يعني خير خبير اللي يعطينا فكره عن هذا الموضوع، انه دائما موضوع العقار او العقار دائما بيطلع وبينزل، سوق العقار دائما متذبذب زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، لكن خليني ارجع لمره ثانيه لموضوع المستاجر، المشاكل اللي بيواجهها المستاجر. دائما في مشكله بين المالك والمستاجر على الاغلب، ما نقول دائما على الاغلب، ليه المشاكل دائما انت شايفه كده؟ طيب يلا، لانه ما كان في نظام ولا كان في قاعده. صح. تمام. الان الحمد لله وزاره الاسكان ما قصرت، معالي وزير الاسكان اجتهد ولله الحمد، وعمل هذه الشبكه اللي تحمينا، تحمي كل المواطنين. شبكه ايجار في كل الوسيط. كان قبل ما نوصل للحل خلينا نسمع المشاكل اللي كانت. كانت ما يضمن، اولا كان العقد غير موحد. الآن أصبح العقد موحد، كان ما يربطنا سيستم بيننا وبين الجهاز. تقصد الموحد بالسعر؟ لا، الموحد نظام موحد، يعني عقد موحد، بنود واحدة، بنود واحدة. يعني تشمل كل شيء، حتى شروط العقوبات. يعني فجأة ممكن لو تأخر المستأجر في دفع الإيجار ممكن يقطع عليك المالك يقطع عليك المويه والكهرباء. ايوه لا، بس هذا نظاميا ممنوع. طب مين اللي حيروح له؟ ما في هذا النظام. ضمن حق المالك والمستاجر بالضبط، ووسيط العقار من ناحيتين. انا بقصد كمان حق المالك كمان. تمام. كيف؟ نعم. حق المالك ايضا، لانه احيانا زي ما قالت جهان بيصير. نعم. تاخيرات واشياء زي كذا. نعم، وكثير من الملاك مظلومين احيانا. صح. بالذات اللي هو يحمل هويه سعوديه يقول لك بلط البحر. صح صح والله العظيم. انا اعرف مالك بيجي له الايجارات، عنده واحد مستاجر عنده مزرعه بيجيب له خضار، ما بيعطي له ايجار والله، بيعطي له خضار. لكن هذا الاجتهاد اللي عمله وزاره الاسكان كيف حيضمن حقوق الثلاثه اطراف؟ كنا من زمن بعيد واحنا نتمنى ونعول على هذا الموضوع، والحمد لله اصبح على ارض الواقع. ضمننا اشياء كثيره، ضمننا الهويه إذا كان يعني في نظام شموس اللي هو النظام الأمني الداخل لوزارة الداخلية. لما بنحط معلومات إذا كان رقم الهوية أو الإقامة، إذا كان في عليها أي شيء، هذا يكون موجود، يعني هيؤدينا مؤشر صح غلط إنه يأجر المالك لهذا أو إنه عليه أي معلومات أو كذا. فكده معلومات على المستأجر؟ على المستأجر. ايوه. اذا كان عليه اي شيء ما هو نظام بيستعلم فيها من خلال. إيه؟ هذا الموقع اصله خلاص مشبوك بنظام شموس. احنا الموقع هذا، المنصه هذه اللي بنتكلم عليها، فيها انه هي عن الوحدات. أحيح. كمان. لا، وفيها عن الوحدات كمان اللي هي فارغه او يعني. نعم. سهلت لكل المواطنين. وفيها كمان معلومات على المتاخرين، كل شيء، كل الشبكه دي شملت كل حاجه، حتى مؤشر العقار اصبح عندنا قاعده بيانات رئيسيه من اماكن موثوق بها. يعني استاذ ازدهار، يعني مثلا انا مالك، اوكي، ابغى عندي احد يبغى يجي يستاجر مني، الاحد ده كان ساكن في الشقه الفلانيه، فانا مثلا ابغى اشيك عليه، بيطلع لي بالموقع او الموقع ده او المنصه هذه بيطلع لي انه مثلا الساكن ده كان ساكن مثلا كذا كذا، ومعلومات عنه انه متاخر في ايجار. هذه كيف وصلوا له هذه المعلومات؟ ممتاز. لانه مشبوك بشبك بنظام شموس. نظام شموس هذا نظام ضمن وزاره الداخليه. ولا يخفيك وزارة الحكومة. فيعني المهم إنه هذا من زمان إحنا كنا نتمنى، ونتمنى كمان ونطمح للأكثر. طب أنت كخبيرة عقار الآن، إيش بيعود عليك هذا الموقع؟ ضمن حقوقنا إحنا كوسطاء، لأنه إحنا مسجلين رسمي في نفس هذا النظام، يتسجل الوسيط الرسمي برخصة العمل تبعته. ضمني إنه ما يدخلوا الدخلاء اللي هم اللي يسموهم باللغة العامية الشريطية. تمام. كل واحد أجر وكل مين أخذ يعني لقمة. لا، أنا مستني أعرف اللي هم السماسرة. إيوه، السماسرة. هم السماسرة دول
اللي ما لهم يعني رخصة عمل. أوكي. هذه أهم شيء كنت من زمان أقول نبغى رخصة عمل. هذه برضو تقدر. هذا أصلاً في نفس نظام الشبكة دي إنك بتسجلي أنت تحطي أنا مكتب عقار جيتي أنت إن شاء الله عندك برج أديتيني البرج حقك أجره برج طب يعني ننزل شوية خلينا على الواقع نطبح للأحلى ماشي أقول حمارة برج عرفت كيف؟ طيب فقيدوا أنت أنا عندي إدارة أملاك أملاكك تمام؟ قيدي حطيتها يعني زي ما تقولي ضمنت حقك وضمنت حقي كمكتب عقاري مسوق نظامي يعني السمسار ما يقدر مجاني يعمل. هذا الموقع؟ الموقع مجاني طيب خليني أتكلم عن المشكلة الأزلية اللي كانت بتواجه المالك والمستأجر الإيجارات عملية الإيجارات رفع الإيجار مرة واحدة عرفاها دي طبعا هذه الحاجة طبيعية. الوحيدة اللي حقيقة كنت أتمنى من هذه الشبكة يحددوا نوعية المبنى نوعية العقار صح. عمره صح منطقة موقع امتياز مصنف واحد مصنف اثنين صح. مصنف ثلاثة حقيقة أنا قدمت لي معالي وزير هذا بدراسة بسيطة على أساس كنت أتمنى أنه إيه نعملها زي كده زي موضوع اللي هي اللي عملوها وزارة العمل صح. وصنفوا الأمور صنف إحنا كنا حابين نصنف العقار ونحدد حتى ازدياد الأسعار صح. ما هي عشوائية لكن إحنا نحمد الله على هذا الشيء وإن شاء الله نتمنى إنه يتطور أكثر وأكثر بس هذا كله كويس لحصل شيء كويس أستاذة زهار هل يمكن للمرأة أن تستأجر باسمها؟ نعم نظاما يحق لها الإيجار باسمها الاستئجار باسمها ولكن المجتمع بعض من الملاك والله أيوة أنا صارت لي مرة كثير في الرياض ما بيقبل أنا صارت لي مرة كثير من الملاك ما ردوا يأجروا لي أنا باسمي سيدة هذا يسموه أقدر أروح أشتكي عقم فكري ده لا هذا العقم الفكري بس قصدي لا أنا لي حقوق أني أنا أروح أشتكي حقيقة أنا ما أعرف إنه لكن أعرف إنه نظاما يحق للمرأة الاستئجار باسمها طالما عندها إيراد طالما نعم. عندها عقد عمل وموظفة بالضبط. كذا خلاص يحق لها لكن أنا أقول هذا عقم فكري المجتمع لابد يكون عنده وعي إنه المرأة كرجل طالما عندها ما يضمن حق المالك احنا عموما استاذة ازدهار يعني احنا بدينا نمشي خطوات جيدة صح. انه احنا دحين بدينا موضوع انه تنظيم الايجارات وتنظيم يعني هذه خطوات انا بالفعل انا بتفائل كنا فيها كنا نحلم بها والحمد لله اصبحت حقيقة ونتمنى الاحسن ونتمنى التنمية السريعة في كل قطاع يعني احنا في الان قطاع. في قطاع الاسكان بكرة في قطاع اخر وبعده ثم اللي يلي يعني واللي يلي فاحنا صح. الان يعني بمرحلة تطور احنا نشكر تواجدك استاذة ازدهار تسلم يا رب شكرا لك الله يعافيكم شكرا. وأنا كمان أشكر المشاهدين وأشكركم وأشكركم من سمعنا كثير وشاهدنا يعطيك العافية إذا مشاهدين الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرة سيدتي مستمرة ولكن بعد فاصل قصير خليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل ربط المعدة لعلاج البدانة دون أي إجراء جراحي أهلا بكم مشاهدينا ضغط كبير للأسف بنتعرض له إحنا السيدات من حوالينا حتى نكون دائما أفضل في ترتيب البيت في الطبخ في المدرسة في العمل في الحياة الزوجية الأولاد دائما المرأة عندها ضغوطات ودائما تبغى تكون الأفضل في كل شيء لكن أكثر الضغط بيجي بصراحة من وسائل الإعلام والمجتمع حتى نكون دائما الأفضل في المظهر يا ترى كيف بيأثر علينا هذا الضغط هذا ما حنتابعه في التقرير التالي ثم أرحب بضيوفي93% of women fat talk. We believe it's a barrier to managing their weight. It happens everywhere, especially when shopping for clothes. To show how damaging words can be, we created a store filled with actual fat talk. Hi, good morning. Welcome. This is cute. Very cute.
Ugh. What? I have a muffin top. Cellulite is in my DNA. Hashtag cow. Oh, I mean, that's awful. It's horrific. I'm like starting to sweat. What is this? The sun? I mean, these are all things that I've said. Well, this is like looking at the inside of my head. It kind of makes me feel nauseous. I feel sad. I didn't realize how bad it was. It's like you're bullying yourself. An instant reawakening. It's kind of bewildering to me to think that someone could do this and say this and feel this way about themselves. It was definitely eye-opening. It's damaging. I can't talk about myself that way. I teach young girls to dance, and I don't want to fat talk because I want to be a role model to them. Promoting more positive thoughts within myself as well as with my friends. No more fat talk. I don't want to hear it anymore from anyone. We need to shut it down. We are all doing this and we're all in this together. We need to be each other's support. Reversing the fat talk, making it positive talk. مشاهدينا تقرير مؤثر بالفعل، هذه حقيقة. خلينا نكون واقعيين مع نفسنا، احنا دائما نعطي لنفسنا معلومات سلبية، انا تخينة، انا زايد وزني، انا مش حلوة، البيل، يعني دائما نعطي هذه الامور لانفسنا، وهذه يعني مهمة بالمظهر، مهمة بكل شيء ولها تأثيرات كثير سلبية. حتى نتحدث اكثر عن اثر اللغة اللي بنخاطب بها انفسنا وطريقة جديدة لعلاج البدانة بدون اي عمليات جراحية عن طريق الإيحاء، اسمحوا لي أرحب معايا في الاستوديو بالمستشار محمد ناجي الحمادي، خبير التنمية البشرية والإرشاد الأسري والعلاج بالإيحاء. أهلا فيك يا دكتور. الله يسلمك دكتور. نوعا ما يعني غريب موضوع ربط المعدة عن طريق الإيحاء، يعني عن طريق الذهن، يريد تشرح لنا الموضوع أكثر. هو اسم مجازي يعني، وليس فعلا فيها الربط. الربط الحقيقي هو موضوع الربط الذي الجراحي الذي يعمل في المستشفيات، ومعروف فوائدها وسلبياتها غير هذا. يعني طرق يعني أنشئت أو توصلوا لها من حوالي 8 سنوات في أسبانيا بواسطة زوجين بريطانيين مقيمين هناك. قرأت عن الدراسة. مقيمين هناك واستعملوا خليط من العلوم الحديثة، منها علم تقنية البرمجة اللغوية منها Cognitive Behavioral Therapy، العلاج المعرفي السلوكي، وهي تغيير الأفكار وتحدي الأفكار. أنت ذكرتي قبل شوي إن الذي يحل نفسه يعني مثلا أنا يعني يتصور نفسه إنه مثل المرأة مو حلوة لأنها تغير شكلها وغيره، وهذا شيء سلبي ومثلها. فطبعا العلاج المعرفي السلوكي هو تحدي القناعات والأفكار السلبية اللي كنت تعملها، بالإضافة إلى موضوع التفكير الإيجابي. وشيء آخر ابتدعه أيضا اسمه العلاج بواسطة جهاز التحكم الآلي. يعني تخيل الإنسان كان عنده جهاز تحكم اللي هو فورورد ستوب إلى الأمام وغيره، وكيف يوقف الشيء هذا في حالة أنه يرى شيء أمامه مغري من الأكل فيستعمل، وكان عنده جهاز تحكم يوقف ريموت كنترول فيوقف ستوب ويبتدي يفكر، طيب أنا الآن هذه أمامي والآن يدي ملكي ما عملش، أنا إذا أكلتها إيش اللي بيصير؟ يفكر بستمتع بدقيقة دقيقتين ثلاث في أكلها وبعد ما أندم طول الوقت. إذا ما رأي نفسي إن أنا أوقف لا أعمل ستوب وفورورد إن خلاص أنا تخليت. ما خليط من العلاجات توصلوا لها. كيف هي الطريقة دكتور؟ يعني لو نتكلم عن الخطوات اللي بيتبعوها في العلاج كيف طيب بتكون؟ الخطوة الأولى أول إن الإنسان يكون هو مدفوع للعلاج وليس أحد، لأن تفشل إذا الزوجة مدفوعة من زوجها أو الزوج إذا ما كان برغبة وإرادة شخصية برغبة وإرادة يعني أو صديق أو حرج أو أي شيء. هذا أول شيء. الثاني تصور الثمن، لأن ليست مجان وإنما وهي جزء يسير من الجزء الذي تكلف العمل الجراحية، يكلف 1500 يورو ما يعادل حوالي 7000 درهم أقل وبدون جراحة وخطر. وتدفع مقدما حتى تربط ذهنيا
الدين في العقل الباطن انه انا الان مربوط فلوس لازم انا مربوط. بعدها يستلم الشخص اسئله من حوالي 13 صفحه في حدود 200 سؤال. ال 200 سؤال هذا تكشف طريقته في الاكل، طريقته في التفكير، ليش ياكل، ما هي الاخطاء، ما هي اخطاء الاكل، ما هي المعتقدات، ما هي الحاله النفسيه، تكشف هذا كل شيء. وفي الجلسه الاولى يتم صرف حوالي 3 إلى 4 إلى 5 ساعات في اول يوم. فتجميع الاجوبه هذه كلها ينبني عليها العلاج للثلاث الايام الباقيه. وطبعا العلاجات اللي ذكرتها كلها تتم في جو من المرح وجو من الألفة وجو من الانسجام وجو من الاسترخاء التام بواسطة استخدام أيضا العقل الباطن والتهيئة والتهدئة وغيرها. فكلها خليط يعني في طيب دكتور، احنا حابين نتعرف على التفاصيل الأخرى عن العلاج، بس خلينا نرحب معنا بزميلتنا في فريق العمل سارة يموت. مشاهدينا سارة دينمو العمل عندنا على فكرة. طبعا هي اليوم احنا حبينا تكون معنا زميلة من فريق العمل عشان نتابع بعدين كيف حينقص وزنها. هي شايفة انه عندها مشكلة في زيادة الوزن وحابة انه هذه المشكلة تتعالج، ياريت لأسباب شخصية طبعا، فياريت دكتور يعني تشرح لنا كيف ممكن تكون المرحلة الأولى على سارة. طيب هل تفضل يا أستاذة سارة. سارة أطلع أول شيء على الميزان يا سارة، أنا صراحة خطوة هذه خطيرة في حياة المرأة. طيب شايفين الوزن 78. أيوة أوكي. مرت علينا حالات أو شفنا حالات سواء في عيادتنا أو في أسبانيا. نعم. 150 و 160 كيلو جرام، فأنت ما شاء الله ما شاء الله محظوظة يا سارة، كويس معنويات كويسة. طيب الخطوة الثانية دكتور. نعم. بعد الأسئلة، بعد الأسئلة هذه تفضلي سارة حبيبتي. فضل. عندنا بعض الأسئلة يتم معرفة الخلفيات التي وصلت الإنسان إلى السمنة. طيب إحنا حابين دكتور بما أنه عندنا سارة اليوم أنه حضرتك تطبق عليها كأنها فعلا عندك جاتك على العيادة، إيش الأسئلة اللي حابب تسألها، كيف نعملها بطريقة عملية ديمو؟ ممكن حد يأتي بالشنطة لأن فيها الأوراق الأسئلة، بس أنا ممكن يعني من الأسئلة أول ليكتشف الإنسان أول من الطفولة. الأسئلة تبتدي من الطفولة. أين ربيت؟ لبنان. نعم. يلا يا سارة. لبنان. لا يعني مو يعني مو ده، أنا بأشرحها إذا في مداخلة تتفضل، أنا بأشرحها بدون حتى بس اختصار للوقت. نعم. يعني تسأل مثلا، تسأل الحالة يعني عن الخلفية الطفولة، يعني من الذي رباها، هل ربت مع الأب والأم، هل ربت مع مربية، ما هي الأفكار التي كانت تسمعها من الأهل، هل كانت تسمع الكلام مثلا من الأهل، لابد تخلصي الطبق حقك. وهذه من الأخطاء حتى الناس كبار، يعني كان عندنا حال الواحد إنجليزي مدير عام يعني تخلص من السمنة بواسطتنا، وأحد الأشياء اللي يذكرها كان أمه تقول له يعني لازم تخلص الطبق كامل. غالبية الأهالي بيربوا كده. نعم. والشيء الثاني قد يسمع مثلا الشخص إنه من السنة أو من الدين أو من البركة إنك تخلص كل شيء، صحيح. فيخلص حقه وحق الآخرين. فيحول نفسه إلى كيس زبالة يعني أو كيس بداية. ولهذا في جواب لا، إذا مثلا أنت تخاف. طيب يا سارة كنت مين رباك أهلك والدك ووالدك؟ ماما وبابا. كنت دائما لازم تفضل أكل كامل. لازم خلصه كله. هل كان حد مثلا يعني كان يخلص ولا زين يعني يشوف الحالة مثلا الحالة في الأسرة يعني من يشرف على الأكل في المدرسة، من ما هي المأكولات اللي في المدرسة، لأنه معروف إلى كل الأكلات. نعم. جنك اللي في المدارس. نعم. للأسف من هذه الأشياء. بس ماما كانت تشرف. نعم. بالأكل بالبيت هي. نعم. بتحضر الأكل. نعم. بعد هذا الشيء ما هي الأمور الأشياء التي تدمن على أكلها أكثر، هل يعني مثلا حلويات فضحتنا في المكتب كله حلويات. نعم. أنا أحاول ما أطلع المكتب عندها عشان ما تخرب. الثاني إذا أنت مثلا في مرحلة الأكل يعني الغذاء، طبعا الغذاء فيه المشهيات، في السلطات، في الوجبة الرئيسة، في بعض الحلويات، في شيء وغيره يعني، فالأشياء الذي تحبيها تأكلها في الأول أو في الأخير.
بحب اكل اول شيء بلش بالحلو بعدين بلش بالاكل. طيب وهذه ايضا كارثة. ايضا كارثة. طريقه لانه بتفتح لي نفسي. نعم من الأسئلة أيضا يعني كل الأسئلة الذي مثلا يعني هل يعني متى تتجه للأكل؟ متى تتجه للأكل؟ ما هي الأوقات التي تتجه للأكل؟ هل تأكل مثلا يعني فقط وقت المأكولات الرسمية وجبات الرئيسية غدا؟ نعم غدا ترويقة غدا عشاء غدا عشاء طيب بينهم ما إيش؟ ما في تسالي؟ عصير شوكولا. أنا على فكرة بتقول لي سهى فضحكي في الجاليري بتقول إنه زميلتنا في العمل بتقول إنه طول الوقت وهي في الشوكولات وحلويات سناكس يعني. إذن هل تأكلي بوعي؟ يعني هل أنت كل ما تأكلي شيء يعني وعي مركز؟ لا مش بكون على طول وعي لا أمرار بحب أكل بس لأني مش لو ماني جوعانة بس خلص حاب أكل بدي إياها. نعم طيب هل تعتبري إن الأكل يعني ليغطي أشياء أخرى غير ما وجد لا لأن الأكل وجد متعة. أو طعم وجد صارف. وجد العمل الأكل. الإعلامي استرخاء ومتعة وطاقة لا. عشان شغلنا يبغى له طول الوقت وجد الأكل ليغطي شيء واحد الجوع فقط الأشياء الثانية إذا زادت عليه ويجب أن تدرس فالسؤال يأتي ما هي الأمور التي تجدي نفسك تأكلي يعني بأكل الشوكولا لا يعني ما هي المشاعر ما هي الأوقات الأسباب اللي بتخليك تأكل غير الوجبات الرئيسية يعني إذا فقط غير الوجبة الرئيسية مثلا إذا ناقصني حنان أو بدي شيء بأكل الشوكولات هذه إذا معناتها صار الأكل يغطي أشياء أخرى يغطي مشاعر يغطي شموم حلوة بصراحة سارة كله مغطي كل الموضوع إذا نعم هذه الأشياء إنها نتعرض لها أيضا بعد مثلا طريقة الأكل طريقة اللقمة هل أنت تأخذي شيء باللقمة الواحدة التي تعبي الفم أو تأخذي قطعة صغيرة أو أي شيء يجب أن نعرف سهى بالمعلقة يعني بأكل عادي بس بأكل بسرعة كتير بتأكل بسرعة إذن نأتي هنا الشرح إن نشرح للشخص وهنا الآن سارة يا سارة إن الأكل ولذة فقط في الفم بمجرد ما اللقمة تغادر الفم إلى المعدة انتهت لذتها فإذا الإنسان يأكل يعني بسرعة في يعني 15 ربع ساعة يأكل أشياء كثيرة تكون كأنها ما لها حساب وما استلذ لأن ما شبع من لذة الطعام فيستمر لأن يعني لذة الطعام يريد لفترة طويلة صح وأنا أعتقد كمان دكتور إنه الناس لما تأكل قدام شاشة الكمبيوتر أو لما تأكل قدام التلفزيون أنا أوقات لما أكل قدام التلفزيون أحس إنه أنا ما أشبع وما أحس بطعم الأكل فجأة ألاقي الطبق خلص فهو عموما كمان الأكل لازم يعني الواحد يكون مركز بس في الأكل طيب الآن بعد ما حضرتك طرحت الأسئلة على سارة وسمعت إجابة خليني أعرف إيش الفرق بين العلاج بالإيحاء وبين التنويم المغناطيسي لهذا العلاج هو حتى الاثنين في إسبانيا جربوا التنويم المغناطيسي لحاله ما ضبط جربوا البرمجة اللغوية العصبية لحاله ما ضبط فعملوا خليط من كل العلاجات وكما قلنا العلاجات تتم في جو من الاسترخاء فبعد الاسترخاء إذا الإنسان محتاج يعني لتثبيت المعلومات هذه بعد ما وعاها وغيرها ممكن في استعمال يعني جلسة استرخاء لفترة ربع ساعة ثلث ساعة لتثبت هذه المعلومات ولكن الشخص في وعيه وعى هذه الأمور واقتنع فيها يعني اقتنع أن مضغ الطعام هو اللذة الحقيقية في الطعام غيره الثاني نشرح له من هنا الآن بشرح لسارة أن الرسالة تذهب من المعدة إلى الدماغ لتقول للدماغ أنه اكتفيت في حدود 15 إلى 20 دقيقة يعني أي شيء قبل هذا الوقت كان الدماغ ما استوعب الأكل صحيح ما استوعب شراك الرسالة لهذا الإنسان إذا يأكل قطع صغيرة جدا يستفيد أول مرة يمضغها تمام الشغلة الثانية يطول على الوقت 15 إلى 20 دقيقة فتصل أول رسالة للدماغ فيكون فينك في اكتفاء إنه يعني شبعت من لذة الطعام وآمرك توقف اليد قبل ما إنك تخرج عن الحد ذا فهذه بعض التقنيات فهذه في أول جلسة الجلسة الثانية يشرح لا يعني موضوع الذي هي العلاج المعرفي السلوكي الذي هي تحديات الأفكار تحديات الأفكار أي أفكار من الذي عرفناها في الأسئلة 200 سؤال
نبتدي نعالجها بثاني يوم الذي هي تغيير المفاهيم. نسأل الشخص مو لازم الشخص يخلص أكله كامل مثلا؟ نعم، مثل هذه الأشياء، مثل لذة الطعام، وندخل فيها عملية حساب السعرات الحرارية، وناخذ صورة للشخص في أول يوم، صورة وهو واقف في مكان معين، حتى نقارنها فيما بعد الفترة بعد شهرين أو ثلاثة. لذا فيتم في أول يوم تصوير الشخص، وفي الجلسة الثانية يتم النقاش وتحدي الأفكار، إذا وجدت فيها مثلا من الأفكار الخاطئة نصحها. نعمل حساب ونعمل أول حساب أيضا لكتلة الجسم، حتى نعرف يعني في أي هل هو قياس الدهون، هل هو قياس نعم، هل هي مثلا يعني وزن زائد خفيف، وزن زائد زيادة، هل هي أول سمنة، هل هي سمنة، ونشرح للشخص. هنتابع طبعا الآن نتائج للصور، بعض الأشخاص قبل وبعد الله حلوة الصور بصراحة. طيب دكتور، لا مزيد من الصور لأن في بعضها أكبر من كذا. إيه لا لا دحين حيحطوا الصور الأخرى أكيد. طب دكتور، عادة العلاج قديش بياخد فترة مثلا أنه الواحد يخفض من وزنه؟ هل هو بينجح مع كل الحالات ولا بعض الحالات إيه وبعض الحالات لا؟ هي من أول شهر يبتدي يحس. أولا يعني الشخص نفسه، الرجل أو مرأة، من أول الثالث يوم يبتدي يحس بالتغيير، لأنه يكون قد مررنا في علاج الأفكار والأوهام وصححنا الأفكار، لأن هي الخطأ هو علاقة الشخص بالطعام. كما ذكرنا أن المفروض علاقة الشخص بالطعام، أنا جيعان وقت الجوع أكل، لكن لأن العلاقات اختلفت، أنا أكل لأن زعلان، أكل لأن متوتر، أكل لأن غضبان، أكل لأن فاضي، أكل لأن في عزاء أكل، في فرح أكل، في موت أكل، في قاتل أكل، كل شيء أكل يعني. وبعد النشرات تطاردنا إلى بيوتنا، نشرات الأكل وبروشورات والصحيح كل شيء بهذا، فنقوم بتصحيح هذه الأشياء وغيرها. فيعني تلفزيون الإعلانات طول الوقت إعلانات، فالشخص نفسه يبتدي يحس بالتغيير من ثاني أو ثالث جلسة، يبتدي يقول والله. كم جلسة دكتور كل هي؟ أربع جلسات. أربع جلسات كل شهر ولا أربع جلسات؟ لا لا لا، هي أربع جلسات كاملة في العمر كامل، مرة يعني وراء بعض، أيام وراء بعض، وتستغرق في حدود 16 ساعة، 14-16 ساعة، لأن أول جلسة فيها 200 سؤال وأسئلة وغيرها، فتكون في حدود 3-5 جلسات. الجلسة الثانية في يوم آخر يعني ساعتين لثلاث، والثالث والرابع ساعتين إلى. طيب دكتور، في الجلسة يعني الأسئلة كلها معتمدة، العلاج عفوا كله معتمد على اللاوعي والوعي؟ في أول مرة كل شيء يتم بالوعي، وفي آخر الجلسة يتم عمل جلسة استرخاء للشخص حتى لتثبيت المعلومات في اللاوعي، فيصير اتفاق ما بين العقل الواعي واللاوعي على المفاهيم الجديدة، ولهذا سميت gastric mind band، ربط المعدة الذهنية. ربط المعدة ذهنيا، إن الذهن الذي هو العقل الباطن مشترك مع العقل الواعي، في أن أنت بحجم المعدة عادة لا تزيد على قبضتين. قبضتين. فيحس بهذا الشيء، إن الشيء الذي زاد وصارت تنتفخ غيره، فحينما يبتدي يمتلئ البطن خلاص يوقف. نعم يبتدي. طيب قديش نسبة نجاح هذه البروسيجر؟ نعم. وقديش يعني كل الناس بتنجح عليهم، ولا لازم يكون في عوامل في الشخص حتى تنجح هذه طريقة العلاج؟ نعم. والمهم هل هي يعني مستدامة؟ مستدامة نعم. أولا نسبة نجاح حسب الإحصاء العالمي 70%. والأسباب بعضها كالتالي: أولا معروف حتى العملية الجراحية الفعلية ما هي أكثر من 60% إلى 65%. الأشياء التي تدخل في الموضوع هو إن الشخص كما ذكرت في البداية مو مقتنع، ولكن مدفوع من آخرين. هو لازم يكون إرادته. بإرادته، لأن أذكر أنا الإرادة بدون أي تدخل علاجي، إذا الواحد قوي الإرادة ممكن ينزل. يعني صحيح. أعرف واحد في أحد الشركات، يعني أعرفه وهو سمين، وأعرفه حينما نقص من ذات نفسه بالإرادة القوية 70 كيلو نقص في 19-70 كيلو. ممتاز. مستدامة وغيرها. دكتور
ومستدامة الآن 5 سنوات. إنما بالنسبة للعلاج اللي نتكلم عليه النسبة 70%. ممتاز. إذا الشخص نفسه غير مقتنع أو مدفوع بحركة أو شيء. الثاني بعض الناس الذي هم مدمنين من أي نوع من الإدمان خاصة الخمور وغيرها، لأن ممكن هذا يعالجهم العلاج. لا لا لا، شرب الخمور والمجاملات في المناسبات. في المناسبات هذه يضطر ياكل فيكسر عليها الشيء هذا، فما لازم يبغى له إرادة وتحدي خلاص. نعم، تحدي واقتناع. نعم. وبعد خطوات يعني الشنطة فيها كنت أنا في لا إن شاء الله في آخر القادمة. في آخر جلسة حالتها في آخر جلسة نعطي للشخص 6 أشرطة. نعم. يستمع الأشرطة أولا فيها تسجيل لما تم في الجلسة نفسه. حتى يسمع نفسه ويسمع الحوار ويسمع شيء ثاني. نعم ممتاز دكتور، أنا حابة أشكر وجودك معنا، يعطيك العافية وإن شاء الله نتحدث عنها في مرات قادمة. شكرا يا سارة على وجودك معنا، إن شاء الله حنتابع الحالات. وين صوتك؟ إن شاء الله نسمع صوتك. مشاهدينا دائما المهم في أي علاج الإرادة، الإرادة هي الشيء المهم للعلاج. والدكتور زي ما ذكر أنه تحتاج إرادة، الشخص يكون مقتنع أنه هو يبقى يحافظ على صحته، مش من باب أي شيء عشان الملابس أو الشكل فقط، لا، عشان صحته، عشان الدهون تكون في جسمه أقل. النقطة المهمة أنه هي بتعتمد على ربط الوعي باللاوعي. أنا قرأت كثير أنه المهارات اللي دائما تحتاج 40 يوم حتى الشخص يكتسبها. ليش؟ لأنها بيكون في ربط بين الوعي واللاوعي، فاللاوعي والوعي مهم جدا الربط بينه، مش فقط في علاج السمنة لكن في كل أمور حياتنا. سيدتي مستمر بعد فاصل قصير، ابقى معنا. في سيدتي بعد الفاصل شاهدي منزلك بالألوان من خلال عيون طفلك. أحييكم مشاهدينا. أجمل شيء أنه الأم تتمكن من أنها تدخل إلى عالم طفلها وتشوف الأشياء من خلال عيونه. في فقرتنا القادمة حندعو الأمهات لهذا الموضوع، لكن مش فقط من أجل المتعة، لا، من أجل كمان سلامة أطفالك. كيف ممكن تشوف الأمور اللي ممكن تسبب خطر لأطفالها بعيونهم؟ التفاصيل مع زميلتي رنيم من الرياض. مساء الخير يا رنيم. مساء الورد يا هبة، شكرا لك. وفعلا يعني جميل ان الام تشوف العالم او الاشياء الموجوده في البيت بعيون طفلها، لكن مسكينه دوبها تلحق تشوف الاطفال يعني تحافظ على صحتهم وعلى سلامتهم. يعني في نكته كانت دائما تنقال، يعني زوج يسال زوجته ايش سويت اليوم في البيت، تقول له حافظت على حياه اولادك يوم زياده الحمد لله. طبعا ربي يعين الامهات. لكن مشاهدينا، تواجه العديد من الأمهات مشكلة تسمم الأطفال بالأدوية أو المنظفات المنزلية لا سمح الله. طبعا السبب الرئيسي هو الرحلات الاستكشافية اللي يمارسها الأطفال في الخزانات المعدة لحفظ هذه المواد، إضافة لحب الاستكشاف. لذا يحذر العديد من الأطباء من الوقوع في فخ هذه المشكلة، لأن الطفل في بداية خطواته ينجذب للعبوات الملونة، للسوائل أو حتى لكل ما هو غامض، وسرعان ما يتذوق هذه المحتويات ولا سمح الله ساعتها ممكن تكون مشكلة. ربي يحفظ الجميع. ونتابع التقرير التالي ونبدأ حوارنا مع ضيفتنا الكريمة. مشاهدينا، هل خطر في بالك في يوم من الأيام أن المنتجات المنزلية الموجودة في البيت تشكل خطرا كبيرا على طفلك؟ ذكرت دراسات عدة أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يتعرضون للتسمم يكون قد وضعوا غطاء أحد المنتجات المنزلية في فمهم أو شربوا سائلا للتنظيف. فالأطفال يتعمدون لوضع الكثير من الأشياء في الفم وذلك للتعرف عليها وتذوقها، وهذا يعكس حالة طبيعية لدى الأطفال للتعرف على العالم من حولهم، كما أنهم يقلدون الكبار فيما يفعلونه من دون معرفة الأخطار. ومعظم حالات التسمم تحدث في غياب الوالدين أو عندما يغفل الوالدان عن مراقبة طفلهما. يجب على الأم أن تبقى حذرة وتكون منتبهة دائما لما يلمسه الطفل في المنزل، لأن الأطفال عادة يكونون فضوليين لفحص أي شيء يجدونه أمامهم، وقد لا يستطيعون التفريق بين العصائر والحلوى وبين المواد السامة، خاصة أن تلك المواد تكون ملونة وتجذب بأشكالها الطفل، مما يدفعه لبلع مادة قد تكون سامة أو مضرة. لذا عند استخدام تلك المنتجات لا تسمحي أبدا لطفلك بالخروج عن مستوى بصرك، وإذا اضطر الأمر لأن تأخذيه معك عند الإجابة على الهاتف أو فتح باب المنزل فافعلي ذلك.
مشاهدينا للتفاصيل حول هذا الموضوع أرحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة أمال بدر الدين استشارية طب الأطفال والصحة عامة وتثقيف صحي. أهلا فيك دكتورة أمال. أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين. دكتورة بداية يعني أكثر شيء ربما بيسبب مشاكل في المنزل للأطفال هو المواد الكيماوية تحديدا الآن عبوات ملونة تلفت الانتباه، لكن كيف الأم تحافظ أنها تخلي هذه المنتجات بعيدة وحتى توعي الطفل أن هذا غلط أو خطر على حياتك؟ الحقيقة في السنين الأولى صعب أن الأم توعي الطفل، لكن المسؤولية كلها تقع على الأم والأب معا. أول شيء يبنوا مكان عالي مخصوص للمواد الكيميائية والمنظفات تماما زي الصيدلية، لأن الطفل بتجذبه الألوان حتى أول يشوف أبيض وأسود لما يتولد الطفل ويقعد فترة طويلة لغاية 3 أشهر ما يشوف غير أسود وأبيض. وبعدين الحاجة الثانية الألوان تجذبه جدا جدا، وكل لون يحب يلعب فيه يحب يشوفه يحب يمسكه، ولما يمسك الحاجة يحطها على طول على فمه لأنه المكان اللي بيتذوق فيه طعم الحياة كلها عن طريق الرضاعة وعن طريق الأم وعن طريق اللحاية وعن طريق الديك. وحاليا في منظفات صارت ريحتها يعني قريبة من الفواكه أو من المواد العطرية أو الحلوة اللي ممكن الأطفال يعتقدوا أنها نوع من الحلويات. صحيح، ومع الأسف كلها مواد سامة وفي الوقت نفسه جذابة للطفل. حتى البخاخ الإسبرية، يعني لو أم تمسك تبي تقتل ناموسة ولا دبانة وبتجري وراها ما تدري أنها بتبخ الجو كله. صحيح. بالمواد السامة هذه. لكن نرجع للألوان، حتى الحبوب حقة الأدوية بتكون منتورة على الأرض أو طاحت من واحد عفوا، دائما تكون لونها يا أحمر يا زهري ألوان جذابة، فيركض الطفل وعنده حاسة قوية للقط، يبتدي في سن مبكرة يتعلم اللقط، يلتقط الحبة ويحطها على فمه. بالإضافة للمواد المنظفة والمواد الكيميائية اللي بنستعملها في الأرضيات في الجدران في الحمامات في القزاز في كل شيء، كلها محطوطة فيها مواد كيميائية ويعتمد السموم حقتها على التركيبة حقتها. طيب دكتورة، يعني الطفل هو صغير جدا ما يقدر يفرق، لكن 90% من مشاكل البيت معظمها بسبب هذه المواد، كيف أنا أهل الطفل إن اللي يكون أكبر من هذا السن إنه ما يمسك هذه المواد؟ يعني بعض السيدات تتأكد إنها ما ترفع شيء عن مكانه خلاص وهو صغير تقفل، ولما يكبر شوية خلاص يتعود ما يمسك. آلية إنه يتعود ما يقرب من هذه المواد كيف تكون؟ أولا أبعد عنه الشيء في أي سن. ثاني حاجة أعلمه هذا حار وهذا حارق وهذا خطر لما يبتدي يفهم. ما يفهم الطفل لغاية 3 سنين إلى 4 سنين حتى يبتدي يفهم المكوى حارة، المواد حقية الحمامة سامة، لا تمسك. ما ينفع نقول لا لا لا. لما يوصل لسن فيها وعي كافي إنه يستوعب إنه هذه المادة ضارة، والأم تقعد والأبو يقعد يعطوه وقت من وقتهم يشرحوا له إيش المضار حقتها. مو يحرقوه بالمكوى عشان يقولوا له إنها حارة أو يدوقوه حاجة. هذا إجرام مو أسلوب تربوي للأسف. لا، في للأسف البعض يستخدمه. مع الأسف إيه. فهذه النقاط الأساسية في الإبعاد الطفل عن المشكلة. المواد الكيميائية هذه فيها مواد علمية معروفة إنها سامة، نسميها إيرول. كلها مواد سامة ومعروفة إنها ما المفروض الواحد يقرب منها. وأي ألوان، أي مادة ملونة جذابة جذابة جدا للطفل. بعض الحلويات، بعض الفواكه مع الأسف الحين يحطوا مادة ملونة حافظة، والمادة الحافظة هذه عبارة عن مادة سامة لا سمح الله. صحيح. لا سمح الله، ومضرة جدا جدا بكثير من أعضاء الجسم، وممكن تؤدي لا سمح الله للوفاة لا سمح الله. طيب دكتورة، يعني إضافة للمواد المنظفة، يعني عادة يوجد الكهربائيات الأدوات الموجودة في المطبخ، حتى أن بعض الأمهات تلجأ أنها تجيب للأطفال مثلا أغراض المطبخ لكن بطريقة آمنة، يعني سكين لكن تكون ما تأذي الأطفال وخلاص تخصصها لهم. تربوي أن هذه طريقة صحيحة، هذه طريقة تبعد الطفل تماما عن أنه يمسك لا سمح الله شيء حاد للكبار مثلا أو حقيقي. هو المفروض أنه زي ما قلت أنه نبعد الحاجة الضارة عن الطفل، هذا أهم نقطة. لكن إذا كان بدي أجيب لي بنت أعلمها أدوات المطبخ، أجيب لها فعلا الألعاب اللي ما تضر
وأخصص لها ركن وأقول لها هذه للعب وحقة المطبخ ما تتمسك. بتكون في سن تستوعب إنه هذه لعبة وهذه للعب. يعني بعد 4 سنوات. بعد 4-5 سنوات نعم. طيب دكتورة أيضا يعني بالنسبة لل يعني الطفل مثل ما ذكرنا يشوف يعني كمختصة كيف الطفل هذا يشوف الحاجات بعيونه؟ بالنسبة لنا معروفة بس هو كيف يشوف؟ هو يشوفها بعين تانية. يشوفها بعين إنها حاجة مسلية له. خصوصا إذا كان ألوانها زي ما اتفقنا إنها جذابة. وهو ما بيشوف أصلا في البداية غير الأبيض والأسود تبتدي الألوان تجي فالألوان الجذابة تسترع انتباهه. وبالتالي بتكون خطر عليه لو كان جاء وتعرض لحاجة خطرة مادة كيميائية حقة نظافة أكرمك الله حمام ولا حق قزاز ولا المواد المنظفة في البيت. نعم. طيب دكتورة يعني في التقرير شاهدنا مع بعض إن كيف الطفل مقارنة كانت محطوطة صورتين مقارنة واحدة من الصور فيها شكل لعبة. نعم. على شكل فيل أعتقد كان لونه برتقالي في المقابل قزازة منظف أعتقد كان لل وانت بكرامة الحمام. نعم. الطفل فعلا يشبه ولا بس اللون اللي يجذب بالنسبة لا له. اللون اللي يجذب له لكن المادة الداخلية ما تعني شيء. قريتي هذه النقطة كثير طيبة لأنه الحمام وأدوات الحمام الشامبو والصابون حق الجسم كل هذه تيجي مع الأسف بالألوان الزاهية جدا واللي تلفت نظر الطفل هي الألوان الفرايحية اللي تجذب لون الطفل الأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالي هذه الألوان اللي تجذب لون انتباه الطفل فيحب يمسكها ويلعب فيها هو المفروض إيش إننا المواد اللي فيها سوائل نبعدها عن الطفل نهائي ونجيب له ألعاب بس في صورة مثلا بطة أو حمامة أو أساسيات الألعاب البسيطة اللي ممكن تتحط في الموية ويلعب فيها بدل ما يجر القارورة حقة الشامبو ويكبها هواية يعملوا الصابون فوم. طيب دكتورة في النهاية نصائح تقدميها للأهل إن شاء الله يحافظوا بشكل جيد على صحة أطفالهم. النصيحة الأولانية أنهم يعرفوا أساسا أنه أي مادة سامة تدخل في جسم الإنسان بتضره وبتضره في الأجهزة الحيوية في الجسم اللي هي العين، القلب، الدماغ، الرئة، الكلى، الطحال كل الأجهزة الحيوية اللي يقدر يعيش بها الإنسان حياته سليمة وبتتأثر ممكن تتأثر شيء بسيط وممكن تتأثر شيء قوي لدرجة الوفاة لا سمح الله. لا سمح الله. وكلنا ما نبغى نجيب أطفالنا للمشاكل هذه ولا نبغى نعرضهم لها بإذن الله. أكيد طبعا بإذن الله وربنا طبعا يحفظ الجميع. دكتورة أمال بدر الدين استشارية طب الأطفال والصحة العامة والتثقيف الصحي شكرا لك. ومشاهدينا يعني دائما في نصيحة في يعني قطع بلاستيكية أو كذا تقفل فيها الدواليب طبعا ست البيت هذه منتشرة بشكل جيد وأعتقد أن أداءها إيجابي منعت كثير من الحوادث إضافة طبعا إلى أن المراقبة الدائمة وربنا يحفظنا جميعا مشاهدينا وتابعونا بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل العنود الرماح تدرب 35 سيدة سعودية على تصميم الأزياء. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء حنتحدث في فقرة المرأة العاملة لهذا الأسبوع عن مبادرة قامت بها سيدة أعمال سعودية دربت 25 مصممة أزياء لسوق العمل التفاصيل مع زميلاتي خلود وجيهان في جدة. شكرا لك هبة بالفعل إحنا في هذه الفقرة سنتحدث مع هذه السيدة التي استطاعت أن تدرب 35 سيدة سعودية على تصميم الأزياء حينما حولت السيدة العنود الرماح هؤلاء السيدات من ربات بيوت إلى سيدات منتجات يمتلكن الخبرة والموهبة حينما أتيحت لهن الفرصة للدخول والمشاركة في مسابقة خاصة لأفضل تصميم. بالفعل جيهان هي الفكرة تستحق الاهتمام وتستحق أيضا نتعرف على تفاصيلها ونتعرف على صاحبة الفكرة اللي بتنضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذة العنود الرماح. يسعد مساك أستاذ عنود. أهلين مساء النور. يسعد مساك أهلا بك. بداية أستاذ عنود يعني إحنا أخذنا رؤوس أقلام عن هذه الفكرة لكن بالتأكيد حضرتك حتعرفين على تفاصيلها.
طيب أنا بعطيكي بس نبذة بسيطة عن هو المسابقة. المسابقة كانت أحد يعني أحد فعاليات معرض المصممين. المعرض كان موجود في الخبر منطقة شرقية. كان معرض مدته 3 أيام. من ضمنها كانت اللي هي المسابقة مسابقة أفضل تصميم. المسابقة طبعا كنا نجهز لها أكثر من 6 شهور اشتغلنا عليها. طبعا احنا فريق العمل هنا في الشركة مع 4 مصممين اللي هو الأستاذ لؤي نسيم صاحب ومدير التنفيذي لشركة تفاصيل لومار، والمصممة أمينة الجاسم صاحبة دار بريتن، والمصممة فوزية الطبيب صاحبة مركز النافع وماركت فوز، والمصممة نجل عبد القادر صاحبة ماركت ناريز. اشتغلنا لمدة أكثر من 6 شهور على هذه المسابقة، حاولنا قد ما نقدر نجمع كل الأفكار وكل أنواع التصاميم. لأن تعرفين التصاميم اللي يقول تصاميم الأزياء الناس لا تفكرها بس مجرد للملابس. الحين انتشرت الموضة وانتشر يعني حتى صاروا النساء بأنواع والرجال بأنواع كلهم يهتمون في جميع أنواع التصاميم سواء كانت في الملابس أو في الأكسسوريز أو غيرها حتى المجوهرات. وحتى يعني طلعت في الحين فترة جديدة اللي هي التصاميم والله يكرمكم الله يكرمكم في الججن. نعم. كان في عندنا يعني السعودية كان أبهرتنا صراحة في تصاميمها وطريقة عرضها للججن. طب أستاذة عنودة عندنا الأفكار. أستاذة عنودة بسألك، هل هؤلاء السيدات كان لديهم يعني قبل المسابقة كان عندهم يعني موهبة تصميم الأزياء، ولا كانت هذه المسابقة هي تمهيد لاكتشاف هذه المواهب ودعمها؟ لا شوفي، كان في بعضهم عندهم الموهبة وفي بعضهم لا، ما كان في عندهم الموهبة أبدا، يعني كانت مشاركتهم هي المشاركة الأولى في المعرض. احنا اشتوينا، احنا جبنا لجنة التحكيم كانوا متواجدين فترة في المعرض طوال فترة في المعرض، وكنا محددين يوم كامل ان نقابل كل المتسابقات فيه. كانوا 35 متسابقة من أصل 70 مشاركة. طبعا اخترناهم بمعايير مختلفة. نقدم على المسابقة، يعني دخلوا على التحكيم كل واحدة تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة. تكلموا عن فكرتهم وعن إيش المواد المستخدمة وهل فعلا هم ماخذينها عن طريق دراسة أو موهبة أو يعني هي تجربة جديدة. الكل أعطى ملاحظات سواء كانت إيجابية أو سلبية، وعطوهم الملاحظات ودفعوهم إنه وين الأخطاء كانت موجودة في هذا التصميم، وين الأشياء المميزة كانت تصميمه، وإيش الأفكار اللي أبهرتهم صراحة في هذا التصميم. حكينا أستاذ عنود عن التدريب اللي تم للبنات، كيف كانت عملية التدريب؟ وحضرتك يعني جاوبتيني على الشق الثاني من السؤال، إني كنت ناوي أسألك كمان إيش الأشياء اللي دربوا عليها بجانب تصميم الأزياء. حضرتك قلتي الله يكرمك الأحذية، فهناك شيء آخر دربوا عليه؟ شوفي، هم عشان تعرفين احنا قبل المعرض قبل المسابقة ما دربنا ولا احد، احنا اخذناهم يعني احنا بنشوف هم ايش عندهم مواهب وهم ايش دراساتهم وايش خبرتهم في هذا المجال. اكتشفنا صراحة ان عدد كبير عنده موهبة ما عنده دراسة. من بعد ما خلصنا عنده موهبة ما عنده دراسة، اي الاغلبية عندهم موهبة بس ما عندهم الدراسة. فبعد المسابقة اجتمعنا احنا مع لجنة التحكيم وحطينا أفكار كثيرة أساس إنه ندعم هذه الفئة، خاصة اللي شاركوا في المسابقة اللي تجرؤوا ودخلوا هذه المسابقة. ممتاز. فهذول 35 متسابقة فازوا من عندهم 5، كل واحدة حصلت على 5,000 ريال كمكافأة، مجرد إن هي يعني نشكرهم على على مشاركتهم في المسابقة ودعم منا لهم. بعدها قررنا ال 35 متسابقة كلهم ما حيطلعون إنهم ما فازوا ولا شيء، كلهم حيدخلون دورة تدريبية في تصميم الأزياء. طيب بعد معلش أستاذ العنود لأنه الوقت معانا يعني بخلص، باختصار بس أبا أعرف يعني حضرتك الآن قلتي حتعطوهم الجائزة المالية وحتعطوهم تدريب، ولكن هل هيكون مثلا حيكون هناك آلية لدعم هذه المشاريع اللي أبهرتكم فعلا مثلا من طبعاً خلال مشاريع خاصة أو ما شابه؟ طبعا إحنا الحين قلت لك 35 متشاركة فازوا منهم 5 ربحوا بجوائز مادية 5، بالإضافة 5 مع 30 بنت
حيدخلون إلى دورة تدريبية، حنجيب لهم مدرب متخصص من فرنسا. نعم. يعطيهم دورة في الأزياء في عالم الأزياء. حنحاول قد ما نقدر أنه ندعم هذه الفئة، خاصة اللي دخلوا معنا في المسابقة، ندعمهم من الناحية الإعلامية، مو بس مجرد أن احنا دخلناهم وبس، حندعمهم حتى عن طريق الإعلام. يعني احنا علاقاتنا جدا قوية جدا كبيرة، ف يعني احنا خطوتنا انه نبرز بنات البلد صراحه. ممتاز. يعني عندنا كثير سعوديات يعني وعندهم يعني ما تتخيلون قد ايش الدافع القوي لاهميه الهويه السعوديه. نعم استاذة عنود، يعني انا نعم انا احييكي طبعا، احنا بنحييكي على هذه الفكره اللي فيها مش مجرد انك بتدربيهم او في تدريب لهم، فيها تدريب وتطوير وتنميه مهارات وكمان دعم على المستوى الاعلامي. يعطيكي الف عافيه استاذة عنود، وشكرا لتواصلك معنا عبر الهاتف. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا لك. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، الكويتية سلوى المطيري أمهلوني مدة أسبوع وسأنتشل من البئر. والآن وصلنا لمواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها، حنبدأ مع تويتر وهاشتاجنا لليوم نتابع. هاشتاجنا لليوم بعنوان 50,000 قضية مؤجلة بمحاكم المظالم، وذلك وفق ما ذكره مصدر لصحيفة عكاظ. غردت فاطمة: أكيد بيزيد عدد القضايا المؤجلة، دام الموظفين يجون الساعة 9 ويطلعون 11، متى يمديهم يخدمون المراجعين؟ 50,000 قضية مؤجلة بمحاكم المظالم. أما همس فغردت: 50,000 قضية مؤجلة بمحاكم المظالم، بعض القضايا لا تحتاج تأجيل، لابد من إصدار الحكم فوري، فيها ضرر على الشخص. مشكلة فعلا، القضايا بتاخد فترات طويلة ومعلقة بشكل كبير، يعني تعطيل للعدالة وتعطيل لأمور الناس. يريد يكون في تسريع لعلاج هذه القضايا، لأنه أوقات كثيرة بتكون بتخسر الناس مبالغ مادية، أرواح، نفسيتهم بتكون متضايقة لأنه ما انحلت القضية. مشاهدينا كمان تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للكويتية سلمى المطيري بتتحدث فيه عن حادثة الطفلة سلوى المطيري بتتحدث فيه عن حادثة الطفلة السعودية لما الروغي واللي سقطت في البئر. الخبر اللي تابعه الجميع على مدى أسبوعين، وقام طبعا الدفاع المدني بجهود متتالية وكثيرة حتى ينتشلوا الطفلة من البئر وأرامكو، لكن بدون جدوى، إلا أن الناشطة الكويتية سلوى المطيري طالبت بمهلة أسبوع واحد فقط حتى تتدخل هي وتنتشل الطفلة. خلينا نتابع اليوتيوب سوا. من واحدة من بالكويت تطلب مني أني أتدخل في موضوع طفلة لمى الروغي اللي وقعت في البير. طبعا طلعت أنا على الموضوع، الله يجزى الدفاع المدني، حاولوا بقدر استطاعتهم. اتمنى من الحكومه السعوديه ما يردمون ما يردمون البير الا بعد اسبوع، عشان انا بتدخل في الموضوع، وان شاء الله ان شاء الله راح نطلعها، اما تكون حيه او ميته الله اعلم. لكن انا ما بيت لها، ما شفت هي ميته ولا حيه، ما طلعت على الموضوع هذا. بس ارجع واقول اتمنى اسبوع واحد بس تعطونها مهله، اسبوع واحد. مشاهدينا يعني طبعا احنا حاولنا نتواصل مع سلوى المطير انها تكون معنا في هذه الفقره، لكن للاسف فريق العمل ما وصل جوالها، ما بترد عليه. يعني الغريب انه هي يعني كل جهود الدفاع المدني وارامكو دخلت في الموضوع، ومع ذلك ما قدروا انهم يعني ينقذوا او يطلعوا جسد الطفله، جثتها. هي متوفاه، هي يبدو انه ما عندها خبر سلوى انه هي الفتاه متوفاه، الله يرحمها يا رب ويصبر اهلها. هذا واحد. اثنين، طلبت من أهل لما أنهم يتبرعوا للطيور والقطط، فأنا مش عارفة ليش طيور وقطط، يعني مش البشر، مش كحيوانات أخرى، بس هذه الحيوانات تحديدا. كنا حابين تكون معنا وتشرح لنا أفكارها ووجهة نظرها المثيرة للجدل دائما، لكن للأسف ما صار في تواصل أو ما تجاوب صار.
نقطة مهمة أنا قرأتها اليوم في أحد الصحف في إحدى الصحف. أهل لما بيطلبوا من الناس اللي طلعوا شائعات كثيرة على لما وعلى عائلتها أنهم يراعوا حرمة الميت ويراعوا الظروف اللي لما اللي أهل لما فيها ويحترموا شوية يعني حرمة الميت, ما يكون في ناس قاعدة تستغل الموضوع وتقول إشاعات ما هي صحيحة. هنبقى الآن مع موقع سيدتي.net وأبرز ما جاء فيه في التقرير التالي, نتابع. شارك وتفاعل جمهور فيسبوك سيدتي نت اليوم مع موضوع مكياج السموكي على طريقة هيفاء إحسان, وفيه نعرض لكم مشاهدينا خطوة بخطوة كيفية رسم العيون بطريقة دقيقة لإطلالة مميزة وجذابة. وفي آخر أخبار تويتر سيدتي دوت نت, دراسة سعودية تظهر أن زينة الفتاة سبب للتحرش الجنسي, وتقول وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن 91% من المشاركين في الدراسة يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسية للتحرش الجنسي في المجتمع, وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى زيادة حالة التحرش الجنسي في المجتمع, وأنهم يرون أن ليس هناك عقوبة تعزيزية منصوص عليها واضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين. هل تؤيدون هذه الدراسة مشاهدينا؟ شاركونا بأرائكم عبر تويتر سيدتي.net الظاهر على الشاشة. يعني مشاهدين الدراسات عادة مو كلها بتكون صحيحة حسب الفئة أو الشريحة اللي مطبق عليها الدراسة. في كثير دراسات أخرى أثبتت إنه الفتاة مش هي الشخص يعني اللي يلقى عليه اللوم دائما في موضوع التحرش, إنه زينتها شكلها أوقات بيكون شكلها عادي جدا, أوقات تكون محجبة أوقات تكون منقبة أوقات تكون غير محجبة ومع ذلك بيتم التحرش فيها. المشكلة في القوانين, لما يكون في قوانين هذه اللي حتكون رادعة, لأنه في مثل يعني يقول ناس تخاف ما تستحي يعني, ففي ناس تحتاج قانون يردعها. ممكن هذه الفتاة تكون شكلها عادي جدا بس لفتت انتباه شاب ليها, فما له علاقة بالفتاة. يا ريت نبطل نكون مجتمعات ذكورية ونرمي دائما ونلقي اللوم دائما على الفتاة. الآن مشاهدينا حنتابع 5-2. 5-2 ما هي معادلة رياضية جديدة زي ما يدل الاسم, لا هو اسم لدايت جديد. هذا الدايت ممكن يوصل الرشاقة مع حرية أكبر لتناول الطعام اللي حابين ناكله. التفاصيل في التقرير التالي. تنتشر حمية غذائية جديدة في بريطانيا والولايات المتحدة تسمح للساعين نحو الرشاقة بتناول كل ما يشتهونه من الأطعمة, لكن في 5 أيام فقط من الأسبوع, ألا وهي حمية 5-2. وتلزم الحمية الجديدة حمية 5-2 من يتبعونها بأن يأكلوا ما يريدونه على مدى 5 أيام, لكن عليهم أن يكتفوا بتناول 500 سعرة حرارية للسيدات و600 سعرة حرارية للرجال فقط في اليومين المتبقيين من الأسبوع. وقد ابتكر هذه الحمية الصحفي التلفزيوني البريطاني المتخصص في الشؤون الطبية مايكل موسلي والصحفية ميمي سبنسر, ونشرها في كتاب يحمل اسم حمية الصوم. قال موزلي إن نظام الحمية اعتمد على دراسات لعلماء بريطانيين وأمريكيين وجدوا أن الصوم المتقطع يساعد الناس على فقدان دهون أكثر وزيادة حساسية الجسم للأنسولين والحد من الكوليسترول. كما نعلم إن أي نظام غذائي يساعد على التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة في فترة محددة من الوقت, لكن يجب التنبه دائما إلى أن كل أنواع الحميات الغذائية لها سلبيات إلى جانب إيجابياتها. من المستحسن سيدتي أن تقومي بزيارة أخصائي التغذية إذا رغبت في إنقاص وزنك, لأنه يقوم بإعطائك النظام الذي يلائم جسمك ويحتوي على جميع العناصر الغذائية. شكرا للزميلة سهى انها ذكرت في التقرير انه في العديد من الانظمة الغذائية او الدايت بالاصح الرجيم بتأثر سلبا على الصحة. الافضل انه الشخص يروح لاخصائي تغذية مختص
والأهم من كده أنه إحنا نوازن في أكلنا. الدايت اللي بيعتمد أو الرجيم اللي بيعتمد على نوع معين الأكل هو غير صحي تماماً، لأنه بيحرم الجسم من العناصر الغذائية الأخرى. فبلاش نخلي أجسامنا حق التجارب ونجرب في أنفسنا دايت غير مناسب. خلينا نعتمد أحسن الطرق الطبية والعلمية حتى نكون في السيف سايد أو في يعني في مجال سليم، يعني في السليم زي ما بيقولوا. طيب مشاهدينا، فقرة مثيرة للجدل جدا بعد هذا الفاصل، حيكون معايا رجل سعودي يطالب الحكومة بأنها تدفع تعويض للسيدات السعوديات والغير سعوديات المقيمين في السعودية وممنوعين من قيادة السيارة براتب شهري. المزيد من التفاصيل بعد الفاصل، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تعويض نقدي للنساء الممنوعات من قيادة السيارة يطالب به مؤسس منتدى أنصار المرأة. مطالبة جريئة نوعا ما قام بها سليمان السلمان مؤسس منتدى أنصار المرأة بتعويض نقدي للنساء الممنوعات من قيادة السيارة في السعودية، معتبر أنه من حق كل سيدة تحمل رخصة قيادة سارية المفعول دولية أنه أو حصلت عليها من دولة أخرى أنها يعني تأخذ هذا التعويض النقدي لمنعها من القيادة داخل السعودية. وطبعا ما فرق في هذه الدعوة اللي بيقودها السلمان بين مواطنة أو غير مواطنة، هو بيطالب بالتعويض لكافة النساء اللي بيحملوا رخص دولية وبيعيشوا في السعودية. طبعا موضوع مثير الجدل، لكن اسمحوا لي حتى نستفسر أكثر عن تفاصيل المطالبة وردود الأفعال حولها. رحب معي بالأستاذ سليمان سليمان. مساء الخير أستاذ سليمان، كله سين في سين. أهلا وسهلا أختي هبة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يسلمك. أهلا فيك، يعطيك العافية. أنا سليمان السلمان، مؤسس جمعية أنصار المرأة. طبعا نعم. أستاذ سليمان، على ماذا استندت بمطالبة جريئة من هذا النوع؟ والله أولا أهنيك وأهني كل امرأة سعودية. إحنا شهدت المرأة السعودية الحقيقة تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة، صحيح، في أما في مجلس الشورى أو في جميع القطاعات، الحمد لله. الحمد لله. أما موضوع قيادة المرأة للسيارة فهو مطالب يعني قديمة، كنت أطالب فيها منذ التسعينات عندما أرسلت برقية من منطقة القصيم بريدة لنؤيد ما طالبت به المرأة بشأن قيادة السيارة، اللي هي 47 امرأة قادوا السيارة. نعم. ودعمنا موقفهم عندما كان الناس يعني صامتون، دعمت موقفهم ببرقية، ولا عندنا كان إلا هو عملية البرقيات أو المراسلات. فمنذ ذاك الحين والمرأة السعودية تشهد الحقيقة حراك، إلا أننا وقفنا خلال مدة 15 عام، يعني وقف الموضوع المطالبة بقيادة المرأة للسيارة بناء على تعميم من وزير الداخلية رحمه الله الأمير نايف بن عبد العزيز وفتوى الشيخ بن باز رحمه الله. أي نعم. بسبب طبعا التشدد في هذا الموضوع من جانب متشددين، سمحهم الله يعني أنهم هضموا حق المرأة طول السنوات هذه. طبعا قمنا بحملات وانشأنا جمعية أنصار المرأة في السعودية من أجل دعم حقوق المرأة. حقيقة في عهد خادم الحرمين المرأة شهدت قفزات كبيرة المرأة السعودية، نتمنى أن تنصل إن شاء الله إلى مرحلة وزيرة. أما موضوع التعويض هذا فإحنا نعتقد ونثق أن المشرع أول يا الأمر لا يظلم أحد، يتحرى العدالة في كل موضوع. فوضع يعني المطالبة بالتعويض لمن تحمل رخصة وتكون يعني مستحقة وعندها عمل وما تجد من وديها، الحقيقة تحتاج إلى مصاريف، فالتعويض هذا هو أقل شيء أنها تكون تعوض فيه، وبتتكلف في السائق. نعم. وأوراقه وإجراءاته وإقامته كل هذه التكاليف. طيب على أساس حضرتك سائق وسكنه ما في أقل ومشاكله احنا قدرنا الموضوع يمكن حوالي 3000 ريال مع أنه قليل، صحيح، ما في شك. طيب حضرتك يعني تواجه مأساة المرأة بسبب منعها من قيادة السيارة، صحيح. حضرتك قمت بتقدير التعويض بمبلغ 3000 ريال في الشهر أو مبلغ سنوي يعني يصل تقريبا إلى أكثر من 35000 ريال كتقدير أولي، لكن البعض بيتوقع أنه الأمر فعليا ما هو مرتبط بالمبلغ المالي، يعني في بعض الأشخاص بيقولوا أنه مو الفكرة في المبلغ المالي لكن هي وسيلة ضغط حتى تحصل المرأة على حق القيادة. ما هي ردود الفعل اللي تلقيتها على هذه المطالبة؟
لا هو مش يعني وسيلة ضغط، احنا ما عمرنا ما ضغطنا على صاحب القرار، بالعكس احنا دائما نتعاون. حتى في الحملة الأخيرة عندما أصدرت وزارة الداخلية تحذير أو منع التجمهر أو التظاهر أو القيادة الجماعية كذا، احنا من الناس اللي قلنا فعلا يعني أننا نتوقف عن الموضوع هذا، لأن وزارة الداخلية أو المسؤولين يرون يمكن بعض الأشياء اللي ما نراها في مجتمعنا. ولكن قلنا الآن التعويض، يأتي التعويض كحل مؤقت للمرأة ليعوضها فعلا عن ما تخسره وتنفقه في هذا الوقت. أما ليس هو حل قطعي، ولا نريد أن يسمى، لا، حق قيادة المرأة للسيارة هو حق طبيعي للمرأة أن تقود السيارة مثل أخيها الرجل. أي طبعا المرأة في كل مكان في العالم العربي والإسلامي والخليجي والغير إسلامي بتقود السيارة، فيعني أستغرب أحيانا لما نسمع كلمة خصوصية المجتمع، يعني فين خصوصية المجتمع؟ كل شيء كان فيه خصوصية، حتى دخولها مجلس الشورى كان الناس ترفض هذه الفكرة، لكن حصلت. كل الأمور تحتاج وقت. لكن خليني أسأل حضرتك سؤال، ذكرت أنه صاحب القرار، مين هو صاحب القرار برأيك في موضوع قيادة المرأة؟ لأنه كل ما ينفتح موضوع القيادة تصير الأسهم تتجه على أكثر من جهة وأكثر من مشرع. من برأيك هو المشرع الذي يعني الشخص اللي ممكن يسمح بقيادة المرأة ويحل هذه القضية اللي طال الحديث عنها؟ هو الموضوع حقيقة قيادة المرأة للسيارة تحول من موضوع اجتماعي إلى موضوع شبه يعني سياسي، إن لأنه فيه هناك معارضين للقيادة، مجرد المعارضة هم لو يعلمون ماذا يحدث للمرأة من مآسي في منعها من قيادة السيارة لبادروا هم هؤلاء الممانعين إلى أنهم يضغطوا أو يطالبوا معنا للمرأة أنها تقود السيارة. لكن أنه صاحب القرار، وما في شك أنه هذا القرار لا يأتي يومين، هو صاحب القرار يعني أستاذ أخ سليمان، ما في شك. احنا نتكلم عن اعلى سلطه في الهرم، خادم الحرمين، هو المخول الان باصدار هذا القرار، ونتمنى شيء، لان مجلس الشورى عام يعني قبل 10 سنوات و5 عندما اثير قياده المراه عام 2005 و2004 عندما طرحت الموضوع هذا في انتخابات البلديه، مجلس الشورى فشل بسبب ضغط من المتشددين عليهم، فمنع وقف القرار. فمجلس الشورى هو طبعا الجهة المشرعة أو الجهة التي تطرح القوانين والتشريعات وتدفعها لمجلس الوزراء. نعم. فمجلس الوزراء ممثل بخادم الحرمين هو المخول، ونتمنى ذلك إن شاء الله تعالى في عهد خادم الحرمين، لأنه فعلا الملك عبد الله يعني يعتبر المناصر الأول للمرأة في المملكة. الله يحفظ المناصر للمرأة، ذلك وفي عهد قريبا. المرأة السعودية حققت ما لم تحققه أبدا، يعني ويمكن هذه الأمور يعني ما لم تحققه أبدا. ما لم تحققه أبدا. صحيح. فالله يعطيه العافية يا رب، هو ناصر للمرأة وشخص عادل جدا الله يحفظه، ملك احنا نحسد عليه ابو متعب. بس خليني اسالك على نقطه اخرى ايضا، انه في كثير من الاشخاص المعارضين لقياده المراه واللي اصواتهم تعلو دائما، لما نيجي نتكلم عن قياده المراه يقولوا لا، انه فكروا في النقل العام، المراه عندها قضايا اخرى وامور اكثر، يعني في امور عندها معقده في حياتها، خلينا نبحث لها عن حلول، ويحاولوا دائما يقذفوا بموضوع القياده الى البعيد والى الصعب، وانه المجتمع غير مهيئ وما دائما التبريرات على مدى السنوات نفس المبررات ونفس الاسباب. فما هو جوابك على هذا الموضوع؟ حتى لو كان وقت مو مناسب، مو المفروض يكون في قوانين، في تخطيط، في خطط، حتى ما في نيه تخطيط انه يكون في قياده في المستقبل، ما هو تعليقك؟ ما في شك، قيادة المرأة للسيارة ليست يعني ترفا ولا كذا، ولكنها هي حاجة فعلا، هي حاجة أساسية للمرأة. المرأة أصبحت تعمل، المرأة أصبحت تخرج، المرأة أصبحت تتحرك من مكانها وتشارك الرجل، فهي من حقها أن تقود السيارة، وهذا شيء طبيعي ما يجب أن يمنع أي أحد. ولكن الممانعين فيهم ناس عندهم حسن نية يعني، وبحسن نية وخوف على المرأة، ولكن الخوف على المرأة يعني ما يخاف عليها من السائق، يخاف عليها من القيادة الوحدة، وحجتهم انه دائما انه ممكن تنقطع في طريق في طريق سريع، ما يكون في احد ويجي شخص يتحرش فيها، دائما هذا السيناريو في بالهم. نعم، احنا نقول لهؤلاء في امور يعني في امور تضح فعلا من اسقاطها
إن مثلا إن المرأة مثلا لا تقود السيارة نخاف من الشباب. الشباب السعودي عندما سمح لهم في دخول المجمعات المجمعات التجارية أثبت الشباب السعودي إنه فعلا يحافظ على المرأة وعنده أخلاق وعنده خلاق. الشباب السعودي لما يخرج برا نجده ملتزم بالقوانين والله رائعين الشباب السعودي في الخارج السعودي في البعثات في الدراسات إذا في منتهى الاحترام يضرب فيهم المثل ما في شك شباب مربى تربية إسلامية وإذا كان هناك أخطاء يجب أن يكون هناك يتبع القرار هذا قانون أو نظام يعني يكون رادع بالأول يحمي المرأة إذا خرجت. ثاني شيء هل أننا نخاف اللي تخافون على المرأة أنها تقود السيارة لوحدها محتشمة أنها تركب مع سائق غير قريبة وغير كذا أو تمشي على رجولها وتتعرض لاستغلال السائق المادي يعني استغلال سيء جدا أحيانا جداً من جداً العمالة الوافدة. طيب جداً هل تنوي حضرتك أنك تتخذ إجراءات حتى تجعل هذه المطالبة تأخذ حيزها القانوني ولا يعني بس على وسائل الإعلام؟ هل في خطوات فعلية حتى تأخذ شكل قانوني بالمطالبة بهذا المبلغ المادي؟ والله لا شوفي احنا وش نتكلم نقول احنا المرأة الآن من حقها انها تقود السيارة وحتى المرور الآن تساهل في موضوع انها المرأة تقود السيارة لم يعني توقف زي الأول او تحاكم او كذا مجرد انه يعني ينصحها وانتظروا مثلا كما شاهدنا في بعض المقاطع انه يعني انتظروا لمن يصدر قرار وانا مثلا عسكري انا اخاف يعني احاسب اذا لم احاسبكم فاصبح في تساهل حقيقي. ونحن نطلب من المرأة انها تقود السيارة اذا كان لديها رخصة ولديها اوراق وإذا لم يكن لديها رخصة كما صرح مدير المرور فهي تخالف على عدم حملها الرخصة. لكن إذا أوقفها مثلا جهة معينة مثلا المرور أو الهيئة أو أي جهة يجب أنها ترفع قضية هي دعوة على هذه الجهة تطالبها بالتعويض عن إذا تمنعني من هي هذه الجهة أستاذ؟ التعويض يكون عليك من هي هذه الجهة؟ مثلا أنا أتكلم مثلا امرأة تقود السيارة وقفها المرور المرور أوقفها أو أوقفتها الشرطة أو أوقفتها الهيئة الجهة هذه يجب أن المرأة تطالبها تطالب المرأة بالتعويض. هذه الجهة أما أني أقود السيارة أو مبررك أني ما أقود السيارة أو يكون عندي أو تعوضني أنت أنا أطلب التعويض أنك تمنعني أنت تبغى تمنعني عند أمام القاضي أمام القضاء قصدي بس لو انعملت أمام بشكل المظالم ترافع المرأة أمام ديوان المظالم من الجهة الحكومية بس لو تقدمت فيها المرأة بشكل شخصي أو بشكل فردي يمكن ما يكون في استيعاب للموضوع أو تفاعل لكن لو تقدمت مثلا بمطالبة بهذا الحق بشكل قانوني يمكن كمجموعة من السيدات مش ممكن يكون في تجاوب أسرع ولا ما هو رأيك؟ وهذا اللي احنا طرحناه احنا طرحنا الفكرة هذه التعويض مقابل منع القيادة احنا طرحنا هذا انه يكون يعني ان تصل الفكرة الى المسؤولين ويتبنوا هذا في مجلس الوزراء وانهم يعوضوا المرأة العاملة في المملكة العربية السعودية اللي تعمل ولديها فعلا حاجة للعمل ولظروف الحالية انها لا تستطيع السوق وممنوعة من القيادة نعوضها مبلغ مقطوع حتى تنتهي المشكلة. طيب ولو عوضوها مبلغ مقطوع تتنازل عن حقها في القيادة؟ لا التنازل ما في حد يتنازل عن حقه ولكن انا لما يكون عندها سائق ويكون عندها مصاريف فعلى الاقل انك تعوضها في الوقت الحاضر كذا حتى تشوف انت يعني يشوف الجهه المسؤوله او ولي الامر يشوف المبررات والمشاكل اللي العائقه امام قياده المراه للسياره وتحلها مع ان الحقيقه ما احد يعرف ولا احد يستطيع. ما هي الخطوات فضل. القادمه في مشروعك اخ سليمان؟ والله احنا دائما احنا لا ندعو الا عبر وسائل الاعلام والوسائل التواصل الاجتماعي عندنا موقع في تويتر باسم انصار المرأة وعندنا جروب ونحاول اننا نقنع كل الاطراف حتى الممانعين الان نتحدث معهم نقنعهم وفي تغير الان توجه يعني كبير انا كان اجلس مع اصدقاء وزملاء ومشايخ كانوا يعني فكرتهم عن قيادة المرأة للسيارة فكرة يعني ممنوعة الآن تغيرت فكرة المجتمع نحو قيادة المرأة للسيارة كل يطالب بأن المرأة تقود السيارة فأصبح يعني حقيقة مطلب مجتمعي كامل قيادة المرأة للسيارة لم يكن الآن جزء منهم لأنه مسهم الضرر وعرفوا أن المرأة فعلا بحاجة إلى قيادة المرأة للسيارة أما هذا الممانع أن المرأة لابد أن تجلس في البيت أو لا تعمل أو لا هذا شأنه لا شأن لنا فيه.
أخ سليمان، الآن بعد اللقاء اللي عملناه الآن في البرنامج وأفكارك دائما واقتراحاتك وكونك من أنصار المرأة على الفيسبوك وتويتر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف ردود فعل المعارضين لي؟ كيف تواجهها؟ كيف تتعامل معاها؟ أكيد في أصوات قوية يعني معارضة، وأحيانا يمكن يتلفظوا بألفاظ غير مناسبة ويتصرفوا بطريقة غير مناسبة مع اختلاف الرأي، فماذا تقول لهم؟ ما في شيء، ما في شك. أنا دخلت زي ما قلت لك، أرسلت برقية عام 90 بأؤيد فيها قيادة المرأة للسيارة أو ما طالبت به المرأة بشأن قيادة السيارة، ووصلني من الكلام ومن التجريح ما لا نهاية، كما وصل الأخوات اللي قادوا السيارة. صحيح. تجريح ومشاكل يعني لا تعد ولا تحصى. في عام 2004-2005 عندما دخلت الانتخابات البلدية طرحت موضوع قيادة المرأة للسيارة وواجهت نفس المشكلة. التيار هذا الموجود المعارض الممانع موجود بيننا، يجب ان احنا كمجتمع نوعي مجتمعنا، نغير مناهجنا التعليم، نحاول اننا ننهض من دور المرأة، على المسؤولين انهم يعطونها ادوار اكثر، ان شاء الله تكون وزيرة في المستقبل، لماذا لا تكون كل ما اعطيت المرأة وتقدمت المرأة؟ سليمان، في ناس ما عندها مانع المرأة تصير وزيرة، نعم، بس ما تقود السيارة، ما عندهم مانع تكون أي شيء في الحياة إلا قيادة السيارة. ليش دائما قيادة السيارة خط أحمر؟ يعني السيدات أبداً في المجتمعات أبداً الخليجية أبداً يعني السيدات في المجتمعات الخليجية الأخرى المجاورة، هؤلاء مو مسلمات، ما هم محتشمات، ما هم محترمات، ما لها علاقة. الفساد موجود في كل مكان، ما لها علاقة بقيادة السيارة. يعني لا أبداً 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 أبداً، بالعكس، السيارة تحمي السيارة، القيادة المرأة تقود السيارة تحميها من كثير من الأمراض، من كثير من الأضرار، ومن كثير من المشاكل والابتزاز. قيادة المرأة للسيارة هي حماية لها وصيانة لها إذا أردنا الحق، ولكن يعني الممانع هذا يريد أن يمانع من أجل الممانعة وهذا وشأنه، ولكن إذا صدر قرار ثقة تامة أنه يكون هناك احترام ويتبع القرار هذا عقوبات صارمة عن التحرش أو إيذاء المرأة، صدقيني أن كلنا يبي تعاون في هذا المجال، وكلنا يبي أيده ويبي يلمسون يعني نتائجه الطيبة على مجتمعنا. هذا المانع أساء ديننا وأساء مجتمعنا وساء لدولتنا في جميع المحافل الدولية. في الماضي كانت يعني تستخدم، نعم، الدابة، يعني الآن السيارة شيء بديل عنها، فالناس يعني تتطور مش ترجع للخلف. الدابة هي تركب الدابة ولا كان لها حماية، لكن السيارة اليوم الحمد لله لها حماية أكبر لها فعلا، حتى من كل الإجرام. أخطر شيء على المرأة أنها تمشي على رجولها، هذا هو الخطر في الحارات وتنتظر الليموزين. أنا طرحت عدة رسائل في هذا المجال، وعلى أي أحد متابعي تابعنا في على تويتر، وإن شاء الله تعالى يعني يشوفون أنه فعلا المرأة فعلا مظلومة بهذا المجال. والظلم هذا المسألة ليست الآن بس على المرأة، على المملكة العربية السعودية، على ديننا. الناس يقولون ايش معقول أن الإسلام يمنع المرأة أنها تأخذ حقوقها أو تقود السيارة؟ هذا شيء يعني أخرجنا حنا من أخ سليمان، من أخ سليمان السلمان، أنا أشكرك جدا على مداخلاتك، يعطيك العافية. مشاهدينا، الشباب السعودي جدا محترمين، يعني في البعثات في الخارج نشوفهم منتهى الأدب والاحترام، والشعب السعودي شعب متربي ومتربي على الأصول والاحترام للمرأة، في شيء داخله يعود على الاحترام، بس لما نكون في مكان القوانين فيه أقل ويعرف أنه ما في شيء يعني حيعاقبه، من أمن العقوبة أساء الأدب. فلما يكون في قوانين صارمة تمنع من أنه شخص يقوم بالتحرش أو يؤذي المرأة أو يحترمها، هذا شيء مهم حتى يكون في حفاظ على المرأة. دائما قيادة المرأة خطوط حمراء، يعني الدول العربية والخليجية اللي جنبنا يعني ومحيطة فينا دائما وموجودة المرأة فيها، كيف يعني المرأة بمنتهى الاحترام، السيدة بتتأذى من السائق ومن المصاريف اللي بتكلف المملكة وبتكلف المرأة، ومو كل السيدات عندهم القدرة. يعني في النهاية احنا نحترم الأصوات المعارضة، لكن هي كمان لازم تحترم الأصوات اللي حابة تقود السيارة. إذا انت ما انت حابة تكون أختك أو زوجتك تقود السيارة، اسمح لغيرك، يعني ما في مو من حقك تمنع الآخرين من القيادة. إن شاء الله يكون في قرار بخصوص موضوع قيادة المرأة للسيارة يعني واضح، إن شاء الله نتمنى أنها تحصل على هذا الحق، أو إحنا في النهاية نحترم قانون بلدنا ونحترم النظام، لكن هذا حق من حقوق المرأة، إن شاء الله أنها تحصل عليه في يوم من الأيام، ويكون هذا اليوم قريب، لأنه
سنوات طويلة والمرأة تنتظر هذا الحق، وهذا ما يمنع أنه إذا عندها قضايا أخرى أو مشاكل أخرى تنحل كله مع بعضه ويكون في نقل عام، لكن هذا حق مو كل السيدات تمنع غيرها إذا هي ما تبغى. احنا مشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، يا ريت كمان زي ما ذكر أخ سلمان انه لما نكون في تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي اذا في شخص معارض لآرائنا ما نكون هجوميين ونستخدم ألفاظ بذيئة، لانه في عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقذف او بالسب. هذه نقطة. والنقطة الثانية المهمة جدا انه لما يكون في شخص معارض لرأينا سواء دينه مختلف سواء عقيدته افكاره عمره لونه شكله، ما المفروض أنه إحنا نهاجمه ونحاربه، نتقبل الآخرين زي ما هم يتقبلونا. إحنا وصلنا للنهاية، شكرا لمتابعتكم لحلقة اليوم، نراكم غدا الخامسة بتوقيت السعودية. مني هبة جمال ومن فريق العمل كل شكر، تحية من القلب وإلى اللقاء.